قوم ذنيت النسوان. شوف شوف. يا إعلام يا إعلام هنا تيم الإعلام. هذا رمضان ما تريدونكم رحمة؟ الرحمة نريد، نريد الرحمة يا حكومتنا يا سيد الرئيس الوزراء، نريد الرحمة. وهذا شهر رمضان وهذا العيد بشاربك بشاربك يا سوداني، نريد هذا الشاربك من شاربك يا سوداني. ولدنا مظلومين، انظلموا ولدنا، مرضوا تمرضوا، ما عندنا غيركم الله وانتم، والحرمة بشارب الخير بشاربك يا سوداني، اريدها من شاربك. وانا ام وعدة، قدر ظروفنا، قدر ظروف امهاتنا، امهات السجناء، امهات السجناء احتكت اعراضنا، ترضوها يا صاحب غيره، الغيره وانها الغيره، اريد الغيره من عندكم. اطلاق سراح الابرياء، والله مظلومين بالسجن. انا ابن 14 سنه محكوم 70 سنه، شو اتامل من عنده؟ شنو اتامله؟ الامريكان اخذوا شلبوا بيه العراقيين، ضابط الدعوه بالمطار يريد مني 6 دفاتر، منين اجيب له؟ منين؟ مواجهه ما اقدر عليها بعد، 14 سنه شفت عذاب الا الله قال بس. كافي عاد امانه، طلعوا ولدنا لا ماكلين لا شاربين، منين اجيب له؟ سوي عاده محكمه، يقول لي نفس الحكم بقى، ليش قاعد تقول لي جيب التنازل؟ تنازل لجنه طبيه تعذيب عده، زرفوا بالدرايلات ما خلوا به شيء. عبد الامير الشمري بشاربك تقول انا وزير الداخليه، تعال شوف ضباط الدعوه مال المطار مثلنا شو يسوون بالابرياء بالولد والشباب. والله ابني بري 70 سنه، شنو ذنبه عمره 18 سنه؟ بيا ظلام بيا ناس بيا عالم، شنو تعمل بالعده 70 سنه؟ شنو تعمل منه؟ كل شهر يجي اموت يلا واجه، مروتك مروتك، اريد بس من الله اشوف قضية ابني. ابني بريء والله بريء والله بريء، مخبر السر صاعد لسيارة حديث ويفتر داير مدايري، انا اعرفه هو مجرم. ذمه برقابكم، ذمه برقابكم. عام طالب بالعفو العام، طالب بالعفو العام، طالب بالعفو العام، على مخبر سري، على دعوات كيدية، يعني هيك ليش خلا ليش؟ احنا مو خطية عليكم ولدنا خطية، والله تعبانين، والله مرضى، والله ما بينا عين. وهذا شهر رمضان شهر فضيل، فضلوا علينا وبارحانا، وقولوا ذن نسوان كبار، والله ما بي حيل اروح للسجن، ما بي حيل اروح للمواجهه، تعبانه والله تعبانه، مو بس انا، كل الامهات مرضى، كل الامهات تعبانات، خاله نمشي عليك الله ومحمد وعلي، يا شيوخ السوداني يا محمد الحلبوسي، نمشي عبداء بروح ابوك. الشيعة السوداني بروح ابوك ابداعت ميسان قاعد بيها، اريدك تطلع الولد كله بدون استثناء، خاله ملينا، يسامون بناتنا، يسامون ولدنا، انا مره كبيره يضحكون علي، انا مره كبيره بنتاتي يضحكون علي، كافي خاله، كافي تعبنا، ما بين حد، ما بين، يسامون، يسامون فلوس ما عنده فلوس، منين اجيب فلوس؟ منين؟ منين؟ التقاعد لا زودتوا، لا سويتوا الا شغله، ليش يعني؟ لا موازنه لا كل شيء ماكو، خليتونا هيك حالنا، ولدنا عزاز علينا، ترى ربيناهم وتعبنا عليهم، ليش يعني ليش؟
ليش بربحيت هالولدنا؟ والله اللقمه ما نقدر ناكله، تصير دموعنا تظل تنزل من ناكل اللقمه، وولدنا بعد قليل، قال ليش؟ مشي عليك الله محمد وعلي، مشي عليك الله محمد وعلي. رحم الله والديك، قالت تعالي. اطالب بالعفو العام، اناشد السيد السوداني، اناشد الحلبوسي، وانا العفو العام اللي وعدتونا به. ابني صار له 15 سنة وحكمه وطلعه فاج وردوا عليه نابها من عدوا عليه الحكم، وإنسان معوق لا حول ولا قوة، ولد اثنين أخذاهم ما أدري مصيرهم من، الله أكبر، واحد مواليد 2001 طلعوا لي هذا الصغير هذا، الله أكبر، من مضحيتي السوداني اجد على حالتي ما عنده مدلسة في السجن ليش؟ ارحموني ارحموني شمهم البرة يدوم عمليات بغداد من صارت المظاهرات كم مولا تحقيق أخذوا للوحدة الضباط ما الوحدة شالته وذبتها مطار المثنى وسبع أشهر ما أعرف عنه كسرين سنونة رزية وهسه يحكمون أبو عبد ليش لا شاهد لا دليل ليش والله رامي شنو رامي الضباط كسرته أريد من الله ومن علي محمد سوداني هو اللي يسوي لنا حل والله شنو عفوت وناس ما عطي لا لازم كلها تطلعها ليش؟ ليش ابني؟ ليش انت تسوون؟ هذول جماعتك كلهم باوعهم هذول عمليات بغداد ليش؟ ليش يا السوداني يا الضابط ليش ما اعرفك يا الضابط؟ ما اعرفك كسرت ابني ما اعرفكم كلكم اعرفكم ليش؟ الله لا يوفقك الله لا يوفقك جبت ابني ابي امه اي والله عندنا هالولد هذا الواحد فدوه اروح لك بعد قلبي والسجونات متروسه شباب وكلها تدرين وفشل كلوي ومرضى والله مرضى ولو راح شايف السجونات ايش بيها اكل ماكو علاج ناخذه لا يطونه فلوس نودي لهم ياخذه ابو الحانوت تكه الجقاير ب 25 الجداحه ب 5000 كيلو الطماطه ب 4000 واحنا ما عندنا كروت دينا جيت بها انا للمظاهرات يعني طوعفوا الخاطر الامهات
الخاطر هذا شهر رمضان وناس مظلومة هاينا غلطت شباب وهي غلطتها الدولة غلطت الشباب والله الدولة غلطتهم غلطتهم الدولة ما صلحتهم ما وفرت لهم شغل عمل ولا تعيينات ليش الله يقبل هذا شهر رمضان شهر الطاعة هذا الناشد السوداني الناشد الحلبوسي الناشد فايق زيدان يفرحنا بالعيد يفرح الأمهات والله انظلمنا والله ظلم انت دايان نبيع الحصة الحصة نبيعها ونوديها للسجين والله العظيم وانا مريضة جلطة بالدمار شوفني هاي بعد شوية تعلق عيني وابو مريض مقعد على كوبال واحد هذا على سكنة الناشد محمد السوداني الناشد هو من العمارة هو ابن تدمرت العوائل تدمرت الطفال تشردت النسوان ترملت مواجهة 25 ما عدنا لا إله إلا الله والله ما عدنا والله ما عدنا والله الحصة نبيعها والله العظيم السودان اريد يفرحنا بشارب احنا بشارب كل عده غيره بشارب كل عده غيره طالب بالعفو العام. السجين يبيعون عليهم مخدرات ويبيعون عليهم الملابس 75 والاكل وبس الحوانيت التكت جقاير ب 5000 الباكيت الجداحه ليش صوت بس واحد الله يقبلها انتم والاهل المخدرات سدوا الحدود سووا تعيينات للشباب هاي قاعده شو لا تعيين لا دوائر لا رواتب اسوي لهم تعيين اسوي افتح شركات اخليه يشتغلون اذا واحد لاقي شغل ليش بعد شو يبيع مخدرات وهسه الرئاسه الثلاث هسه زادت السجون هم قاعد يبيعون المخدرات عليهم بالسجون قاعد يعني يعاملونهم معامله مو زين والاكل لا زين هسه احنا ما نريد منكم قبل صدام حسين سوى خلى بصمه للشعب العراقي السجين كان يطي مواجهه اي كان هسه الحمد لله هسه نريد من عندكم عفو انتم اهلنا ولدنا واهل الغيره كل شيء ما نريد من عندكم نريدكم تسدون الحدود من المخدرات قاعد تطب شاحنات طلع ذاك اي شاحنات قاعد تطب ونطالب رئيس الوزراء بالعفو العام نطالب بالعفو العام احنا نريد من الرئيس الجديد السلام عليكم احنا نطالب بالرئاسة ثلاثة عفو عام شامل جميع المساجين المظلومين احنا لا نطالب على الدواعش ولا سراق مال العام ولا القتلة احنا نطالب على الناس الكدعة والكيدية ولعتهم تنازل بالحق الشخصي واحنا الابرياء راحوا مخبر السري احنا هاي نطالب بيها بس مال دواعش لو فتشي احنا ما نطالب هذا الاشياء بالضيم السجون بالضيم يعني انا لحكي وياك وحق هاي الظهرية 25,000 ما عد أروح لابني مواجهة ما عدوا راحت مواجهته وما رحت له للسجن وهاي مو بس ثاني أنا هاي مو بس ثاني هاي جميع عوائل المساجين مساومات ابني نقلال زنزانة ابني نقلال زنزانة يردون معدة 150,000 يعني شلون قاعد بآجار 150,000 ما طاهم ما عدي ما عندي اخذها نقلال زنزانه منين نجيب احنا؟ منين نجيب؟ اذا قونيت الطحين المنطيه العائله ابي حطيها للسجين منين نجيب؟ احنا نداعي محمد السوداني يعطينا العفو العام لجميع الابرياء والمساجين وشكرا صدقة عن عائلته وعن بيته خلي يعطينا العفو العام صدقة عن عوائلهم خلي يعطونا العفو العام والله العظيم بالسجن ضيم ناخذ لهم ملابس للسجناء ياخذوهم من عندهم يرجعون يبيعوا لهم اياه يقولوا لهم ممنوع الالوان يرجعون يبيعوا لهم اياه بيع مره ثانيه التيشيرت تاخذه ب 5000 يبيعوه ب 25,000 هو مالته ياخذه منه يرجع يبيع لي اياه عمي ترى ما صايره خلينا احنا الناشد محمد السوداني نقول صدقة عن بيتك صدقة عن عيالك صدقة عن عائلتك
عمي، اعطينا العفو العام، خلصنا فرحنا، فرحنا بهذا العيد، اعطينا العفو العام، فرح الامهات، والله العظيم ملينا عمي، والله انا هالواحد، هالواحد والواحد الله، وبرقبته اربع جهال، والله قمت اقد اللقمه، قمت اقد اللقمه لخاطر الله، ارحموا بحالنا، الله يرحمكم، لا السجن يرحمنا، لا انتم ترحمونا، لا البشر يرحمنا، عمي رحمونا تعبنا، والله بينا ابي جلطه، والله ساعة الساعة نموت نقول ولدنا تدفننا، من يدفننا؟ انا اذا متت من يدفني؟ هالواحد هالواحد اريد اموت على ايد ابني، اريد يدفني هو، اريد يغسلني هو، والله كل احنا مرضى، والله تعبنا، اريد العفو العام، والله هم والجرب جرب كفيلك العباد جرب، ولدنا مرضى ورب جاي تموت، ولدنا جاي تموت تضحك، انتم يبوقون خلي الدول تفوى علينا، ما اريد عفو، رابط الناس الطلعه، صايمين عليك الحسين، صايمين عليك الكاظم، سجين كاظم هد ولدنا، ما اقول لك عندي كاظمكم ونقعد، والله كاظمكم كاظمكم ونقعد، ولا اكو كذي، مرقع جنيد، مرقع جنيد ما تجاوب، مكان يبيع، ولا اكو كذي، مكان هو سجين، هو سجين، سجين يبيع له المكان، المكان يبيع له، ليش يبيع له المكان؟ هو غرب السجن عماله عنده، ولدنا صغار، ولدنا اطفال، غلطوا، غلطوا، طلعوهم، طلعوهم، الله اكبر، سبحان الله ما يغلط، كلها تغلط، كلها تغلط، والله كلها تغلط، يعني ضابط يضرب طفل، يضرب طفل يكسر خشمه، ضابط هو ضابط، لعد ليش الله خلاك ضابط؟ عندها واسطه حكمت 30 سنه، غلط، هسه الله اكبر، عنده ولدنا، كلهم جرب كلهم حيقوموا ما يطب فلان يتوصل ماي ماكو بس اسمع روح مواجع انذر واحدنا دول العالم كلها انطت ايران انطت عفو الكويت انطت عفو تركيا انطت عفو ما ظل ما ظل الدولة ما انطت عفو ليش العراق ما يتعفو ما يردوا لنا عم يقولوا لنا روحوا روح ليش ما يطلع عفو لان تجارة سجننا تجارة عمارة عن تجارة هم هسه مو يقولوا كشي ماكو اخويا 30 سنة اخويا 30 سنة تجارة تجارة سجننا تجارة هذا التاجي خلي يشوفني الدول كلها تشوفني تجارة البيضة بألف بطل مي بألف دكة الجزائر ب 15000 كافي الملابس الزين 100000 منين نروح نجيب؟ طبعا نطلع من الطريق نروح نبوك نروح نبوك يعني احنا مضطرين مضطرين يعني عندها مهجور وعندها اثنين وعندها ثلاثة منين تروح تجيب؟ مساومة سرسرية صح ما يستحون والله صح يباوعون على عرض العالم صح. كافي كافي هو ما عنده غيره انا ناشد هذا رئيس وزراء محمد الشاع السوداني ما عنده غيره مو احنا امهاته احنا اخواته عيب يعني هو جاي بالسجن يا جاي يصلح ما جاي يصلح بالسجن والله العظيم مخدرات جاي يطب للتاجي وكلهم يتعاطون وهاي انا خلي يصوروني وما اخافهم كلها جاي تتعاطى وين جاي يصلحها جاي يطلع مجرم مجرم جاي يطلع جاي يطلع مجرم المساجد المساجد نهيته بالشارع 30 سنة أخويا انحكم ليش هي تندعي بالدولة الدولة إلها فظلم 30 سنة شو بقى بعمره لا خلي عدمه لا خلي عدمه ماكو واحد ما يغلط احنا كنا غلط احنا كنا غلط هم صاحب اثنين جهال أربعة اللي مقتولين أربعة والله خميس على الجمعة عطيت أربع شهداء خليش دول حدود يا ما يصير يعني هم يطببون هم يبيعون الدولة الدولة ليش مخدرات قبل بالنظام السابق ما في مخدرات من طين باب الإيران يجيبونهم وعلى ولده مصعبين عليهم ليش؟ سد الحدود سد الحدود وخليك يشيتي زين هسه مع احتراماتي الشرب مو سدوه خليه يسدون المخدرات نطالب بالعفو العام بالدم نبديك يا سجين يا مظلوم
طلبته قانون العفو العام عن هاي الابرياء. احنا اليوم ما نطالب بس نطالب بهاي الابرياء. نطالب بالابرياء الابرياء. شاربك السودان مشاربك مشاربك احلفك بحليب وقوي احلفك بعرضي مشاربك مشاربك هاي الابرياء. كافي طلع المعتقل. كافي ظلم كافي طلع المعتقل. يا محمد السوداني اطلعك وشمتاني. يا محمد السوداني اطلعك وشمتاني. يا محمد السوداني اطلعك وشمتاني. يا محمد السوداني.